كان يوماً صحواً من أيام فصل الصيف، قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى الشاطئ حيث يسترخي ويستمتع. يا له من يوم مشرق وجميل! وبينما كان الأستاذ ثعلوب مستلقياً يستنشق النسيم العليل، مر به الكلب رماح. كان يلهو ويطارد فراشه، وأخذ يجري وراءها. وعندما اتجهت الفراشة إلى البحر، قال لها رماح: لن تهزميني! وهكذا ظل يسبح، وظلت الفراشة تطير. لكن فجأة أصابه شد عضلي، وشعر بالألم الشديد الذي جعله غير قادر على السباحة. ما هذا؟ أنا هنا! النجدة! أنقذوني! أنا أغرق! قلق الأستاذ ثعلوب، ماذا عليه أن يفعل؟ رماح بعيد جداً عنه، ظل ينظر حوله حتى وجده مركباً بخارياً مربوطاً بجذع شجرة. أصمد! أنا قادم! على الفور اتجه الأستاذ ثعلوب إلى المركب وحرره. ثم ركبه وانطلق مسرعاً باتجاه الكلب رماح لينقذه. هل أنت بخير؟ أنا بخير! لقد زال الخطر، حمداً لله على سلامتك. ولكن ماذا كنت تفعل في عمق البحر؟ آسف أستاذ ثعلوب، كنت أمرح مع الفراشة بنان ثم طارت فوق الماء فتبعتها، لكن فجأة أصابني شد عضلي ولم أستطع السباحة بعدها. هذا أمر عصيب. عصيب جداً أستاذ ثعلوب. حسناً، أرجو ألا تسبح في المياه العميقة مجدداً. بالمناسبة، أين والدتك؟ إنها بالمنزل. إذن سأوصلك. وهكذا ركب الأستاذ ثعلوب وبجانبه رماح الذي تعلم درساً لن ينساه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة! لطالما شعر التنين جامح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت! الآن إرسال! يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا! وفي الحال، أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أوه! أخيراً رشحني أحدهم! لن أخذله أبداً! أعد بذلك! أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر. التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم! أخيراً! يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي! ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا، إذ ضغط على زر غير من خواصها، فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات، لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير، لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. أوه.
ترى من الذي أتى مبكرا هكذا؟ جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعدما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل، تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ ها؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. أوه، لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب. سأذهب الآن، أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائداً إلى بيته في سعادة وسرور. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق جميل انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته.
ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. أخيراً! تفضل جربها. حسناً! أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، جلس بطلنا أستاذ ثعلوب في شرفة منزله يقرأ جريدة الغابة ويرتشف مشروب الشاي ذا النكهة الخاصة. كان يقرأ عن الابتكارات والأفكار الجديدة التي وصل إليها بقية الحيوانات في المجالات المختلفة، مما جعله سعيداً مبتهجاً. يا لهم من شخصيات عظيمة، يجدون في أعمالهم فيرتقون بأنفسهم، حقاً من جد وجد. قام أستاذ ثعلوب من مكانه وهو ممسك بكوبه يرتشف منه ويستنشق هذا النسيم العليل ذا الرائحة الزكية، متأملاً جمال المنظر حوله. وفجأة رأى الأسد الصغير شبول يلوح من بعيد. أليس هذا شبول ابن الأسد سبع؟ شبول! كان شبول يقترب وبيده حقيبة. كيف حالك يا شبول؟ وكيف حال والديك؟ أستاذ ثعلوب، أنا بخير، ولكن... ماذا بك يا شبول؟ أقلقتني، هل كل شيء على ما يرام؟ لا تقلق سيدي، كل شيء على ما يرام، فقط هناك أمر أريد استشارتك فيه. بالتأكيد، تفضل بالدخول أولاً ولنتحدث بالداخل. دخل شبول المنزل بعد أن فتح أستاذ ثعلوب له، ثم أجلسه على أريكته المريحة وقام بتحضير عصيره المشهور الليمون الطازج بالنعناع. اشرب يا بني، ثم أخبرني ماذا حدث معك بالضبط. شكراً لك أستاذ ثعلوب. الأمر ليس خطيراً، ولكنني حزين بعض الشيء. أنت تعلم الكلب رماح، قام بدعوتي أنا وبعض من الأصدقاء في الغابة لرحلة صيد سمك منذ فترة. في البداية كنت متحمساً للغاية لأنني سأجرب شيئاً جديداً لم أفعله من قبل.
أتذكر تلك الرحلة، لكنني للأسف لم أستطع المجيء لانشغالي ببعض الأشياء يومها. بالفعل أردنا جميعاً أن تكون معنا ذلك اليوم أستاذ سعلوب. في المرة القادمة سأحاول القدوم. المهم أكمل يا عزيزي، حتى الآن لم أرى أي مشكلة. حسناً سأكمل. في ذلك اليوم لم أستطع صيد شيء في البداية، فذهبت لسؤال رماح الذي كان بارعاً جداً في الصيد، وبالفعل أخبرني بطريقته التي يستخدم فيها الشبكة وكيف علي إغراقها حتى عمق معين وأنا ممسك بأطرافها، وبالفعل نجحت في صيد بعض الأسماك. آسف للإطالة أستاذ سعلوب، لكنني أردت أن تعرف كل التفاصيل. لا تقل هذا، أكمل أرجوك. حسناً، استطعت الحصول على الكثير من الأسماك ذلك اليوم وكنت سعيداً جداً، ولا أخفيك سراً لقد أحببت هذا الأمر جداً، ولكن ما حدث هو أنني قمت بالأمس بالذهاب وحدي للصيد، أردت إثبات كم أصبحت محترفاً، لذا كلمت صديقي رماح وأخبرته أنني أريد استعارة شبكته لتجربة الصيد في البحيرة الملاصقة لمنزلي، فذهبت لمنزله وأعطاني بالفعل واحدة من أجود الشبكات، ولكن المعذرة أستاذ سعلوب، ولكن هذا عصير جميل جداً. شكرت رماح وأخذت شبكته، ثم ذهبت إلى البحيرة وبدأت الصيد. مكثت مدة في انتظار أن تلتقط شبكتي سمكاً، لكن مع الأسف أستاذ سعلوب لم أحصل على أي سمكة، لا صغيرة ولا كبيرة، كما أنني كدت أن أفقد شبكتي عندما اعتقدت أنني اصطدت سمكة كبيرة جداً. أخذت أحاول جذبها بشدة، وبعد أن بذلت مجهوداً كبيراً في جذبها خارج المياه ما الذي حدث؟ أخبرني. فعلاً ليمون رائع. كانت مجرد صخرة أستاذ سعلوب، حينها اعتقدت أنني فقدت قدرتي على الصيد، فأنا أرى الأسماك كل يوم تسبح في تلك البركة وأنا متأكد أنها مليئة بهم. هل أنا سيء في الصيد هكذا؟ هل يمكن أن أفقد مهارتي في وقت قصير كهذا؟ أم أن السبب أن هذه البحيرة مشؤومة؟ لا أعرف أستاذ سعلوب. اطمئن، فالأمر بسيط. أولاً، هل قام أحد الناس بالصيد هناك من قبل؟ نعم، رأيت بعضهم بالفعل، ولكن الغريب أن معظم السمك الذي يصطادونه إن لم يكن كله صغير الحجم. هل معك الشبكة التي حاولت الاصطياد بها؟ نعم، إنها معي هنا بالحقيبة. هل أريتني إياها؟ بالطبع. دعني أتفقد شيئاً. أخذ أستاذ ثعلوب يفحص الشبكة جيداً ويفكر ما الذي يمكن أن يسبب تلك المشكلة. البحيرة بها سمك، هناك بعض الحيوانات تصطاد هناك، الشبكة اصطيد بها من قبل. السمك معظم الوقت صغير. أها، وجدتها. شبول، اتبعني إلى ورشتي الخاصة، لقد عرفت الحل. حقا أستاذ ثعلوب؟ نعم، تعال معي. دخل أستاذ ثعلوب وتبعه شبول، ثم أخرج شبول الشبكة من حقيبته ووضعها على الطاولة، وبدأ أستاذ ثعلوب في الشرح. المشكلة يا شبول في الشبكة نفسها. نعم، فتحات الشبكة كبيرة جدا مقارنة بحجم الأسماك التي تحاول صيدها بتلك الشبكة. استطعت الصيد بسهولة في الرحلة لأن معظم الأسماك كان حجمها أكبر من تلك الفتحات، لكن في حالة البحيرة لم تستطع لصغر حجم الأسماك هناك. لكن لا تقلق، الأمر سهل للغاية. أنت رائع أستاذ سعلوب. اتجه أستاذ ثعلوب إلى طاولته، ثم أخرج خيطاً مناسباً مشابهاً لخيوط الشبكة، وظل يخيط بين الفراغات في الشبكة ليقلل من مساحة تلك الفراغات إلى أن انتهى. حسناً، تفضل. ماذا؟ شكراً 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 لك أستاذ سعلوب، لا أعرف كيف أرد لك هذا المعروف. لا شكر على واجب. أتعلم؟ سآتي لك بأول صيد لي ونأكله معاً. حسناً شبول، وسأكون بانتظارك، لأني أعلم أنك صياد ماهر. ودع الأستاذ ثعلوب شبول، الذي ترك الأستاذ ثعلوب جالساً كما كان في البداية، بداخله مشاعر فرحة وسرور، لأنه يقدر مشاعر الآخرين جيداً، ويدرك كيف أنه بحل مشكلة قد تبدو صغيرة أعاد للصغير ثقته بنفسه التي كاد يفقدها.
أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في إحدى ليالي الصيف الحارة جداً، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت. يا لها من ليلة حارة، لا أحتاج إلا حمام ماء منعش. وبعدما أخذ أستاذ ثعلوب حمامه المنعش، خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز، وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب المميزة مسترخياً وسعيداً. حوريك أنا اللي هكسب والجايزة هتكون منك. وبينما هو كذلك، إذ سمع طرقاً على الباب. ها؟ ها؟ كان ذلك وفيق البطريق. أهلا صغيري وفيق، لم أرك في الغابة منذ مدة، كيف حالك؟ أهلا أستاذ ثعلوب، كنت أحاول مؤخرا تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك. جميل جدا، أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريبا. لا أعتقد ذلك. ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل. وبعدما دخل الاثنان، بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق. استرح هنا ريثما أعد لك كوبا من البوضة المثلجة اللذيذة. حقا؟ إليك بوضة ثعلوب المميزة. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد. أخبرني، هل أعجبتك خلطة ثعلوب المميزة للبوضة؟ أجل، تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي، أنت ماهر حقا. سوف أعلمك إياها قريباً، ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب. الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيراً مما يؤثر علي بالسلب، فلا أستطيع أن أباشر أعمالي وأكون دائماً في حالة يرثى لها. آه، يبدو ذلك واضحاً عليك. أستاذ ثعلوب، لقد لجأت إليك لتجد لي حلاً، فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب. فكر أستاذ ثعلوب ملياً، ثم قال لوفيق البطريق: هلا أمهلتني بعض الوقت يا وفيق؟ سأتصل بك وقتما أجد الحل. أستاذ ثعلوب، أنا واثق بك وسوف أنتظر مكالمتك بشغف كبير. بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقاً الصغير، أخذ يفكر في حل لمشكلته. كان وفيق يحاول الاتصال مراراً وتكراراً ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا، وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلاً حتى ينتهي من إعداد الحل له. دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته. ها قد انتهيت.
في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته. نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح، وبعد شروق الشمس نهض من سريره وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً. وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق. مرحباً عزيزي وفيق. مرحباً أستاذ ثعلوب، انتظرت اتصالك بتلهف شديد. تفضل. انظر، هذه السترة بها حل لمشكلتك. عظيم، ولكن كيف ذلك؟ أخبرني. عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور. وما إن لبس وفيق السترة حتى بدأت في العمل، وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال: أستاذ ثعلوب، حقيقة أنا عاجز عن شكرك، أنا سعيد جداً ولن أنسى معروفك هذا أبداً. واجبي يا بني. لا أصدق نفسي حقاً أستاذ ثعلوب، إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي، يا له من إحساس مريح ورائع. أسعدتني يا صغيري. هل طلبت منك شيئاً آخر أستاذ ثعلوب؟ نعم تفضل. لقد اشتقت لتذوق بوضة ثعلوب المميزة. في الحال. قام أستاذ ثعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته، ثم أخرج منها كوباً كبيراً من البوضة التي تنعش صديقه الصغير وفيق. شكراً لك أيها الصديق الرائع. تفضل. أشكرك كثيراً، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. انكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة. وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلاً: شكراً لك أيها الصديق الرائع. وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحاً مطمئناً بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. آه نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو ألا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ آه أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريباً. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلاً لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. آه كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيراً، شكراً لك. أستاذ ثعلوب،
أعتذر مجدداً لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر، لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك. أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي. وبعدما عاد لمنزله اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب، لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا، انظر هنا، هذه مخططات من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكراً لك أستاذ ثعلوب، ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساج في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معا لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماح في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم
وانطلق عائدا تبدو عليه علامات الراحة والهدوء لأنه قدم معروفا وساعد صديقا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في ظهيرة يوم من الأيام، خرج الأستاذ ثعلوب في جولة في الغابة. إنها الرابعة، إنه وقت الغداء. مطعم الرشاقة، ممتاز. طاب يومك سيدة رشيقة، كيف حالك؟ أنا بخير شكراً لك. ما المميز عندكم اليوم؟ حسناً، لدينا اليوم خلطة سحرية ستعجبك بكل تأكيد، عليك أن تجربها، إنها لذيذة، بها نوع الخضر الذي تفضله، ويوجد بها أيضاً بعض الإضافات الشهية. يبدو شهياً بالفعل، هيا سأجربه. لم تغب السيدة رشيقة طويلاً حتى خرجت وفي يدها الوجبة. رائحتها زكية. آمل أن يكون طعمها مثل رائحتها، بل أظنه سيكون أشهى. إنها لذيذة. بالهناء والشفاء. سمع الأستاذ ثعلوب صوت تنهد السيدة رشيقة آتياً من الداخل. لا، علي أن أذهب وأطمئن عليها. سيدة رشيقة، هل أنت بخير؟ سمعتك تتنهدين، ما الأمر؟ أنا لا أعلم، اختفى الطعام من مكانه. اختفى؟ كيف ذلك؟ لست متأكدة، لكن انظر، لقد تركت بعض العنب هنا، ثم ذهبت لأحضر بعض اللبن، وعندما عدت لم أجد العنب. دعيني أرى تلك المنضدة. لقد وقع العنب في هذه الفتحة. فتحة؟ سيدة رشيقة، عرفت كيف أصلحها. حقا؟ كل ما أحتاج إليه بعض ألواح الأخشاب، هل لديك أي منها؟ نعم، لدي العديد. أخذ الأستاذ ثعلوب ألواح الخشب وبدأ العمل. هي الآن جاهزة. رائع، تبدو كمنضدة جديدة. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب. لا عليك، سأذهب لأنهي وجبتي الشهية. أشكرك مجددا. أشكرك على الوجبة الرائعة. بكم أدين لك؟ لا، إنها هدية، وإليك أيضا كعكة التوت، لا شك أنك ستحبها. عادت السيدة رشيقة إلى زبائنها بعد أن ودعت الأستاذ ثعلوب، الذي مضى يقول في نفسه أنه لا شيء يضاهي مساعدة الآخرين ورسم البسمة على وجوههم. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوماً ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب يتجول في الغابة، سمع ضوضاء عالية آتية من مسافة قريبة، وعندما اقترب أكثر وجد القرد شملول والقرد المسن قردون يتعاركان. يكفي يكفي، توقف الآن. يجب أن تخجل من نفسك أيها اللص الصغير. يا لك من هرم خرف، اذهب بعيدا. هيا، لا تتحدث هكذا. أي نوع من الأجيال هذا؟ لا حدود ولا أخلاق. سيدفعني للجنون أستاذ ثعلوب. ما المشكلة؟ السيد قردون عنده الزهايمر.
هيمر. كيف تجرؤ؟ مؤخراً أصبح يظن أن بيتي هو بيته. أأنت متأكد؟ نعم، إنه يدعوني باللص لأنني حاولت دخول منزلي. ولست لصاً عادياً، بل خطيراً. حتى أنني غيرت قفل الباب، فجاء وكسره ودخل أيضاً. إنه باب منزلي، ويمكنني أن أفعل به ما أشاء. أرأيت أستاذ ثعلوب؟ سيد قردون، أين تسكن؟ أسكن هنا. سيد قردون، هذا بيت شملول، حتى أن صوره معلقة على الجدران. لقد تساءلت كثيراً لمن هذا الوجه الأبله. هذا الوجه الأبله هو لصاحب المنزل الذي اقتحمته عنوة. على كل، أعتذر أستاذ ثعلوب، لقد نسيت. هل تعرف عنوانه يا شملول؟ نعم، من هنا. حسناً، لنذهب الآن سيد قردون. هذا هو منزلي. منزلك؟ الآن تذكرت؟ أنا آسف جداً. هل توجد طريقة لأتعرف بها على منزلي؟ ما رأيك أن تضع صورتك على باب المنزل؟ هذه فكرة رائعة. ما رأيك يا شملول؟ نعم، أنا سأضع صورتي بحجم كبير على الباب، تحسباً فقط. أحسنت شملول. وهكذا تصالح القردان وذهبا لبيتهما في أمان. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان يوماً دافئاً مشمساً من أيام فصل الصيف، وكان الأستاذ ثعلوب جالساً في شرفته يقرأ الجريدة الصباحية ويستمتع بالنسيم العليل، عندما سمع طرقاً على الباب. قادم. جامح، كيف حالك يا صديقي؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك ساعدني. ماذا حدث؟ الكاميرا مرة أخرى. تفضل واشرح لي الأمر. إذن ما مشكلة الكاميرا؟ حسناً، كل شيء كان على ما يرام منذ آخر مرة، وفجأة اختفت كل الصور التي التقطتها. هلا أريتني الكاميرا من فضلك؟ طبعاً. أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وتفحصها جيداً، بدت في حالة جيدة تماماً، لكن عندما تفحص الذاكرة، هذه هي. ماذا؟ ما هو؟ الذاكرة ممتلئة. وماذا أفعل في ذلك؟ عليك أن تبدل بطاقة الذاكرة، ويمكنك أن تفرغها على الحاسوب. هكذا إذن؟ نعم، ولحسن حظك لدي واحدة هنا، دعني أضعها لك. ذات 64 جيجا بايت ستفي بالغرض. أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وقام بوضع بطاقة الذاكرة الجديدة بدلاً عن القديمة. تفضل يا جامح، حافظ عليها، فيها كل صورك القديمة، وها هي الكاميرا. على الرحب والسعة. وهكذا مضى جامح سعيداً بالكاميرا، يلتقط الصور ليخلد اللحظات المميزة ويصنع أجمل الذكريات. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان ذلك اليوم عيد ميلاد الحلزونة زوما، وأرادت أن يكون يوماً مميزاً ولطيفاً، وكذلك أراد صديقها جلجل إدخال السرور عليها. أمي، أنا أسوأ صديق على الإطلاق. لما يا عزيزي؟ لأن اليوم عيد ميلاد زوما، وليس معي نقوداً لأشتري لها هدية. ألم تدخر أي نقود؟ ولا فلساً واحداً. حسناً، عليك أن تفكر في حل ما. أظن أنني سأخرج قليلاً وأفكر. أرجو أن أكون صديقاً أفضل. زوما دائماً ما تعطيني هدايا مميزة. ربما يستطيع الأستاذ ثعلوب أن يساعدني. مرحباً عزيزي جلجل. أستاذ ثعلوب، أرجوك ساعدني. بالتأكيد، ماذا حدث؟
اليوم عيد ميلادي زوما وقد نفذت نقودي، ماذا علي أن أفعل؟ أمر بسيط، يمكنك ابتكار هديتك الخاصة. حقا؟ كيف؟ ما رأيك أن تصنع لها عقدا؟ موافق، فكرة رائعة. لدي بعض الخيوط وأزهار جافة وهناك إبرة. واثق أنها ستحبه كما أن رائحته جميلة. إذن هيا اذهب وأعطها هديتك وأدخل السعادة عليها. شكرا لك. انظري ماذا أحضرت إليك. آه جلجل، هذا أجمل عقد رأيته في حياتي. لقد صنعته بنفسي. حقا، هذا يجعله أثمن وأجمل. أرجو أن تحظي بأجمل عيد ميلاد يا زوما. أنت أفضل صديق يا جلجل. هكذا الأصدقاء يتشاركون السعادة والحزن وكل شيء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أحب هفاف دائما الانضباط في مواعيده، ولم يكن يتأخر أبدا في أي شيء. أنا سأصل في الموعد. ولكن بينما هو يسير إذ سمع صوت ساعة الغابة. العاشرة؟ ليس مجدداً، كيف حدث هذا؟ لا لا لا، ماذا أصابك ساعتي الغالية؟ جعلتني أتأخر ثانية، أرجو أن لا أطرد من عملي بسببك. وأثناء حديث هفاف لنفسه مر به الأستاذ ثعلوب. مرحباً يا هفاف، سمعت مؤخراً أنك تأتي في ميعادك بالتمام. أستاذ ثعلوب، لا لقد تغير ذلك الآن، لم أعد آتي في الموعد. كيف هذا؟ أنت منضبط جداً. أنا متأخر اليوم. وكيف حدث ذلك؟ أنا لا أدري، ساعتي هذه إنها ثمينة وغالية جداً، لقد جنت. إنها التاسعة صباحاً في ساعتي، ولكن في ساعة الغابة العاشرة. هل ضبطت ساعتك؟ نعم لقد ضبطتها صباحاً. وماذا عن البطارية؟ غيرتها 5 مرات. أرني الساعة. حسناً، أنا أعتقد أنني أحتاج لمفتاح صغير. أزال الأستاذ ثعلوب السطح الزجاجي ونظر بالداخل. ها هو إذن. ماذا؟ ماذا؟ هل وجدت ساحراً بالداخل؟ ماذا؟ لا، بالقطع لا. إذن ما الأمر؟ إنها مجرد حبة رمل كانت عالقة. لا، لقد تعطلت ساعتي. كلا، إنها محض حبة رمل، سأزيلها وستعود الساعة سليمة. حقاً؟ نعم حقاً. انتهيت، ها هي، لن تتأخر مجدداً. شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب. على الرحب عزيزي. لوح الأستاذ ثعلوب مودعاً هفاف. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سم. أهلا مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالاً. شكراً لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء.
على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن أوه لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. أوه حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب، لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.
أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. ما هذا؟ نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان؟ أنت ثانيةً؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه، المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه، أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائما واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذرا، يبدو أن النعاس قد غلبني مجددا. يا إلهي. لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسناً. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا. سيد نعسان، لقد انتهيت،
يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.